حتما ستبتسم بمجرد مشاهدتك هذه الصور البريئة التي تكشف وجهنا أكثر صدقا في بلد الموت المجاني والفوضى المنظمة. نعم، هذه روضة أحباب الله الحكومية بمدينة غدامس، تنظم زيارة للأطفال مع أولياء أمورهم ومعلمات الروضة لحديقة الحيوان والطيور بالمدينة. اليوم شاركت في حديقة الحيوانات، أنا فرحانة فرحانة، نشكر الأدلوات. البساطة التي تميزت بها هذه الحديقة كانت عنواناً عفوياً امتزج من تلقاء نفسه مع ركضات الأطفال وضحكاتهم التي صنعت يوماً مميزاً لن يمحى من ذاكرتهم لسنوات طويلة. أنا اليوم فرحانة ونشكر بابا وماما لمعلماتي. زرع البذور المرحة والمتفائلة لا يتقنه عادة إلا من يعرف قيمة البراءة والعطاء، وهذا ما عملت عليه روضة أحباب الله التي حاولت في زمن لا محاولات أن تقول لأبنائها أنتم وطننا القادم.